بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سننتقل في إطار هذه المحاضرة للحديث عن الشق الثاني من الأعمال التجارية، هذا الشق المتعلق بالأعمال التجارية الشكلية، وهي أعمال تجارية لذاتها انطلاقا من كونها تفرغ في شكل معين، فلا تتوفر فيها مقومات العمل التجاري، فبمجرد توفرها على الشكليات التي يتطلبها القانون تعتبر تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها، سواء كان تاجرا أو غير تاجر، ودون اعتبار طبيعة العمل الذي أجريت بمناسبته، سواء كان عملا تجاريا أو عملا مدنيا، فهي إذن تعد أعمالا تجارية في جميع الأحوال، وسنحاول التفصيل في ذلك من خلال دراسة الكمبيالة باعتبارها عملا تجاريا بشكلها، ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن السند لأمر. بخصوص الكمبيالة، حيث نصت مدونة التجارة على اعتبار الكمبيالة عملا تجاريا من خلال المادة التاسعة، وهي سند يحرر وفقا لبيانات حددها القانون، وقد نظمها المشرع في الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الثالث المعنون بالأوراق التجارية، حيث أشار إلى كيفية إنشاء الكمبيالة وشكلها. فالكمبيالة هي محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية محددة، وتشمل أمرا من شخص يسمى الساحب لفائدة شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث يصطلح عليه المستفيد أو الحامل. ولا يعد الشيك عملا تجاريا إلا إذا تعلق الأمر بعمل تجاري أو سحبه تاجر، حيث يفترض أنه سحب لعمل تجاري فيما يتعلق بالسند لأمر. فالسند لأمر هو وثيقة يتعهد بمقتضاها محررها ويسمى المتعهد بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إلى شخص آخر يصطلح عليه أو يسمى المستفيد، ويجب أن تتوفر فيه مجموعة أو تلة من البيانات الإلزامية، وإلا اعتبر أو تم اعتباره سندا عاديا. والسند لأمر يعد تجاريا في ذاته إذا صدر عن تاجر بمناسبة عمله التجاري، أما في حالة صدوره عن شخص آخر غير تاجر فإنه لا يندرج ضمن الأعمال التجارية إلا إذا ترتب عن معاملة تجارية، أو إذا أصدره هذا الشخص للقيام بمعاملة تجارية. سننتقل أعزائي الطلبة للحديث عن الأعمال التجارية بالتبعية، حيث تستند هذه الأعمال إلى نظرية متأصلة في القانون، مفادها أن نظرية التبعية تعني أن الفرع يتبع الأصل وفي كل ما يتعلق به، وقد تم تطبيقها في مختلف التشريعات لإضفاء الطابع التجاري على الأعمال المدنية، طالما أنها مرتبطة بحاجات التجارة التي يمارسها القائم بها. وسنحاول التفصيل في ذلك من خلال هذه الفقرات، حيث سنتناول في الفقرة الأولى مبرراتها وشروط إعمالها. فهناك عدة اعتبارات أو مبررات أدت إلى إلحاق بعض الأعمال المدنية التي إن صدرت عن التاجر لتلبية حاجياته التجارية تخضع لقانون التجارة، بمعنى أن شخص أو التاجر عندما يقوم
يعني لديه نشاطه الأصلي هو نشاط تجاري، لكن قد يمارس في بعض الأحيان أنشطة تبعية يعني ملحقة بالنشاط الأصلي الذي هو ممارسة التجارة. هذه الأعمال التبعية أو الأنشطة التبعية إذا مارسها التاجر لتلبية أو لسد أو يعني حاجاته التجارية تخضع للقانون التجاري ولو كانت أعمالا مدنية. هناك مجموعة من العقود يبرمها التاجر تعتبر مدنية من حيث الأصل، ككراء محل لممارسة التجارة، شراء سيارة لنقل البضائع، شراء تجهيزات لمكتبه، فهذه كلها أعمال مدنية من حيث الأصل، إلا أنه تطبيقا لمبدأ الفرع يتبع الأصل تصبح تجارية بالتبعية، ويطبق عليها نفس النظام القانوني الذي يخضع له التاجر، وذلك حفاظا على الانسجام حتى لا يتم إخضاعه لنظامين قانونيين مختلفين. يعني التاجر عندما يبيع بضاعة معينة فإنه يقوم بشراء سيارة لنقل هذه البضاعة بطبيعة الحال، يعني ضروري أن يكون أو أن تكون المعاملة التي قام بها التاجر مخصصة تحديدا أو لاحقة بذلك العمل التجاري الذي يزاوله، يعني أن لا تكون لأغراضه الشخصية لعائلته مثلا. يجب أن تكون هذه السيارة مخصصة لنقل البضائع التي يقوم التاجر ببيعها للمستهلكين أو لأشخاص يعني يقوم ببيع البضاعة لهم من أجل إعادة بيعها أو توزيعها. ففي هذه الحالة أخذنا مثال السيارة لأنه بسيط، فهذه السيارة بما أن التاجر اقتناها بغية نقل بضاعته التي تعتبر عملا تجاريا أصليا، فإن السيارة هنا تعتبر أو تندرج ضمن الأعمال التجارية التبعية. لماذا؟ لأن التاجر سيستغلها لنقل البضاعة، وهذا من والهدف الذي يعني دفع المشرع إلى هذا لتفادي إخضاع التاجر لنظامين قانونيين كما أسلفنا، حيث يعني يطبق عليه القانون التجاري فقط، يعني في حالة حدوث نزاع أو بشأن معاملة معينة فإننا لا نطبق القانون التجاري المدني على السيارة أو على هذا، ونطبق القانون التجاري على البضائع وبيع البضائع، وإنما يخضع العملين معا سواء الأعمال التي تقوم بها السيارة أو بيع البضاعة كلاهما يخضعان للقانون التجاري حتى لتفادي ازدواجية النظام القانوني الذي ستخضع له المعاملة. وهذا من شأنه يعني تحقيق الحماية للغير المتعامل مع التاجر الذي يستفيد من الضمانات التي يوفرها القانون التجاري للديون التجارية. وتستند نظرية الأعمال التجارية بالتبعية إلى نص المادة 10 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك. ويشترط لاعتبار العمل المدني تجاريا بالتبعية ما يلي: أن يصدر عن التاجر سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك تطبيقا للمعيار الشخصي. فالمبدأ في ظل احتراف الأعمال التجارية بطبيعتها هو الذي يضفي على المحترف صفة التاجر، فهذا المعيار معيار موضوعي، إلا أنه في الأعمال التجارية بالتبعية فسبب إضفاء الصفة التجارية هو صدورها من التاجر، وهذا هو المعيار الشخصي. ثانيا، أن يكون تابعا لتجارة التاجر، يعني الشرط الثاني لاعتبار العمل تجاريا بالتبعية، أولا قلنا أن يصدر عن التاجر وتحدثنا عنه بتفصيل، ثانيا أن يكون تابعا لتجارة التاجر، فلا يكفي صدور العمل عن التاجر
ولكن ينبغي لهذا الأخير أن يقوم به تلبية لحاجاته التجارية، وقد يعني شرحنا هذا الأمر بالمثال الذي قمنا بإدراجه، وتأمينا لمصالحه التجارية. أما إذا صدرت عنه تلبية لحاجاته الشخصية أو العائلية فإنه يحتفظ بصفته المدنية الأصلية، كما لو اشترى التاجر سيارة للاستعمال الشخصي أو آتات أو مفروشات لمنزله. ففي حالة تعذر معرفة ما إذا كان العمل قد قام به تلبية لحاجاته تجارية أو شخصية، فالعرف التجاري افترض أن العمل تم لغرض تجاري، إلا أنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. أعزائي الطلبة، سنقف على هذه النقطة، بمعنى أنه إذا قام يعني هناك عمل تجاري أصلي يقوم به التاجر وعمل تبعي، وحدث نزاع معين ووقع الخلط، هل هذا عمل يعني سيارة قد تكون مزدوجة الاستعمال، بمعنى أن التاجر ينقل بها يقل بها بضاعته ويقل بها أفراد أسرته، وإحصارة يعني الشخص المتنازع معها أو المحكمة للفصل في النزاع، هل هذه السيارة تستعمل لأغراض تجارية أو مدنية؟ فهنا فالعرف التجاري أكد على أن هذه يفترض، يعني نفترض أنها هذه الوسيلة أو هذه أو هذا المكان أو هذه السيارة يتم إخضاعها للقانون التجاري، ويفترض فيها أن التاجر اقتناها لتسديد أغراضه التجارية، وذلك يعني حماية للمتعاملين مع التجار وحماية للتجارة بصفة عامة، إلا أن التاجر يمكنه إثبات العكس، يعني المشرع اعتبر أن هذه قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات المتاحة في القانون التجاري والقانون المدني. الفقرة الثانية، تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية. فنظرية الأعمال التجارية بالتبعية نظرية عامة تشمل كافة التصرفات والأعمال الصادرة عن التاجر بمناسبة القيام بأعماله التجارية. أولا الأعمال التعاقدية، وتعتبر تجارية كل العقود التي يبرمها التاجر لمصلحته أو لتسيير تجارته، أو عفوا لتسيير تجارته، كشراء المنقولات بقصد استعمالها في تجارته، الاقتراض والتأمين، بيع أو شراء الأصل التجاري، وأيضا عقود العمل التي يبرمها التاجر مع عماله، حيث تعتبر تجارية بالنسبة للتاجر ومدنية بالنسبة للأجراء. ومع ذلك فالقضاء الاجتماعي هو وحده صاحب الاختصاص للفصل في الأمر، وبالنسبة للعقود التي تنصب على العقارات والتي يجريها التاجر تأمينا لتجارته وليس بهدف بيعها، فهي تندرج ضمن الأعمال التجارية التبعية كشراء عقار لتخزين البضائع وغيره. الأعمال غير التعاقدية، النقطة الثانية الأعمال غير التعاقدية، فخارج إطار العلاقة التعاقدية تعد تجارية كافة العلاقات القانونية التي قد تنشأ بين التاجر وغيره، سواء كان تاجرا أم غير تاجر، وذلك متى اتصلت بالعمل الأصلي الذي يزاوله التاجر. ومن أهم مجالات تطبيقاتها نذكر مجال المسؤولية التقصيرية، حيث تترتب هذه المسؤولية سواء عن فعل التاجر الشخصي أو عن فعل الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم، أو نتيجة الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات أو الأشياء الموجودة في حراسته والتي تتعلق بتجارته وتعتبر من ثم تجارية بالتبعية. هكذا
تعتبر تجارية بالتبعية الالتزامات المترتبة على التاجر بسبب المنافسة غير مشروعة أو الإثراء بلا سبب. فكافة الأعمال الصادرة عن التاجر بمناسبة ممارسته للتجارة والتي تؤدي إلى إثرائه بدون سبب مشروع تعتبر أنشطة تجارية بالتبعية، ومثال ذلك استيفاؤه ثمن سلعة أكثر من السعر الرسمي، إذ أن التزامه برد الزيادة يعتبر عملا تجاريا بالتبعية. ثالثا، الأعمال القانونية التي تخرج من دائرة الأعمال التجارية بالتبعية. فبالرغم من كون التاجر يقوم بمجموعة من الأعمال تأمينا لأغراض تجارته، إلا أنها تحتفظ بطبيعتها المدنية، وهي ما يسمى بالتكاليف القانونية كأداء ديون الخزينة العامة أو الضرائب أو ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فمثل هذه الالتزامات تحتفظ بطبيعتها القانونية الخاصة لأنها ترتبط بالمصلحة العامة حتى لو ارتبطت بالنشاط التجاري للتاجر. المطلب الرابع، الأعمال التجارية المختلطة. فيما يتعلق بتعريفها، لا تشكل الأعمال التجارية المختلطة فئة ثالثة من الأعمال التجارية، بل هي في أصلها أعمال تجارية بطبيعتها أو أعمال تجارية بالتبعية. كل ما في الأمر أنها تجمع بين طرفين، أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، وبذلك فهي إن كانت تجارية بالنسبة للتاجر فهي مدنية بالنسبة لغير التاجر. من هنا جاءت تسميتها بالأنشطة التجارية المختلطة، كعقد النقل فهو عقد مدني بالنسبة للمسافر، ولكن بالنسبة للمقاولة فهو عمل تجاري. النظام القانوني للأعمال التجارية المختلطة. المبدأ حسب مدونة التجارة هو أن تحديد القانون الواجب التطبيق يكون لصفة الالتزام بالنسبة للمدين. فإذا كان المدين بالالتزام هو التاجر، كان الالتزام تجاريا بالنسبة إليه، وبالتالي قواعد القانون التجاري. أما إذا كان المدين بالالتزام هو الطرف المدني، اعتبر الالتزام مدنيا بالنسبة لهذا الأخير، وتطبق عليه قواعد القانون المدني طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن القانون الواجب التطبيق على العلاقة هو القانون الطبيعي للمدين بالرغم من ازدواجية القانون، إلا أنه أحيانا تنشأ العلاقة بين الدائن والطرف المدين من مصدر واحد لا يقبل التجزئة، حيث إن إعمال نظرية الأعمال المختلطة على هذه العلاقة سيؤدي إلى تمييز غير مقبول بين الطرفين، مما يستوجب التنسيق بينهما، فيكون المشرع مضطرا إلى التضحية بأحد القوانين فيأتي بمقتضى خاص ينص على إعمال قاعدة واحدة على العمل المختلط، كالحالة التي نظمها من خلال مدونة التجارة في المادة الخامسة منها، التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التاجر بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. ثالثاً، آثار تطبيق نظرية الأعمال المختلطة. ولهذه النظرية تطبيقات على مستوى الاختصاص القضائي، فأي محكمة ينعقد لها الاختصاص من أجل الفصل في المنازعات المتعلقة بالعمل المختلط، هل المحاكم المدنية أم المحاكم التجارية؟ هذا ما سنجيب عليه أعزائي الطلبة من خلال ما سيأتي. فالاجتهاد القضائي استقر على إعطاء الخيار للطرف غير التاجر في مقاضاة التاجر، سواء أمام القضاء المدني أو أمام القضاء التجاري.
أما التاجر فلا يجوز له أن يقاضي خصمه غير التاجر إلا أمام القضاء المدني، والسبب في ذلك أن غير التاجر غريب عن التجارة وأساليبها وعاداتها وأعرافها، وبالتالي لا يمكن إلزامه بالتقاضي أمام جهة وهو أعزل عنها. فيما يتعلق بالإثبات، حيث استقر الرأي الراجح على تطبيق قواعد الإثبات التجارية بالنسبة لمن يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه، وقواعد الإثبات المدنية على من يعد العمل مدنيا بخصوصه. وهذا يعني أنه يجوز أو يمكن لغير التاجر أن يثبت العمل في مواجهة التاجر بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن، باعتبار العمل تجاري بالنسبة للتاجر، فتطبق عليه إذن قواعد الإثبات المعمول فيها أو المعمول بها في القانون التجاري. أما التاجر فلا يستطيع أن يثبت العمل في مواجهة غير التاجر إلا باتباع طرق الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، أي الكتابة، كلما تجاوزت قيمة العقد 10,000 درهم. بخصوص تضامن المدينين، فالتضامن لا يفترض فيما بين المدينين الذين يكون العمل مدنيا بالنسبة إليهم، وإنما لا بد من النص عليه صراحة في العقد المنشئ للالتزام، ما لم يكن منصوص عليه في القانون أو ناتجا عن طبيعة المعاملة، وذلك بخلاف المدينين الذي يكون العمل تجاريا بالنسبة لهم، فالتضامن بينهم يكون مفترضا. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن ننتقل في المحاضرة المقبلة إلى الحديث عن شروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته. إلى ذلكم الحين أستودع الله لي ولكم، وإلى اللقاء.